فتحت جامعة الخليج العربي مظاريف المناقصة لبناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبي الأكاديمي في مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، على يتم الانتهاء من تقييم العروض في أبريل المقبل، لتوقع الجامعة عقد الشروع في بناء المستشفى الجامعي في يونيو المقبل. ومن المتوقع يتم افتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبي الأكاديمي مطلع العام 2021. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي، رئيس جامعة الخليج العربي. مساء الخير سعادة الدكتور خالد، ولو تحدثنا حقيقة في البداية عن أبرز أهداف المشروع. مساء الخير أستاذ علي، ومساء الخير أيضا للمشاهدين الكرام. بداية يعني أحب أكد أنه ما استطعنا نوصل المرحلة اللي احنا فيها في المشروع إلا بدعم مساندة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. أبرز المشروع له عدد من الأهداف. الهدف الأول كما جاء يعني في فكرة المشروع أن يكون خدمة لمجتمع الخليج العربي وخدمة للشعب البحريني الشقيق، هذا كان الهدف الأول. الهدف الثاني أن يكون مكان لتعليم الطلبة، ولكن أيضا الأبرز أن يكون جزء من المنظومة الصحية في مملكة البحرين، بحيث أنه التعاون مع وزارة الصحة ومع القطاعات الصحية الأخرى لتقديم الخدمات الطبية. وبالتالي فيعني خدمته هو بيكون للجميع بإذن الله تعالى في مملكة البحرين. نعم دكتور خالد، يعني هل ستكون هناك أيضا مشاريع مصاحبة للمستشفى؟ بإذن الله. طبعا المستشفى هو في الأساس حدود 300 سرير، ومستشفى بهذا الحجم يخدم تقريبا بين 300 إلى 500 ألف ساكن، وهو هذا الجزء الرئيسي والعنصر الرئيسي في المدينة الطبية، بداية ب 300 سرير، وإن شاء الله يتم التوسع إلى 500 سرير في المستقبل القريب. لكن المشاريع المصاحبة في عدد المشاريع، مشاريع صحية مثلا زي مراكز بحثية تتعلق بالأمراض السادة في منطقة الخليج مثل أمراض السمنة والسكر وأمراض القلب، إضافة إلى مراكز تدريب في المدينة الطبية. هناك طبعا سكن للطلاب ولأعضاء التدريس والموظفين، وهناك أيضا مراكز مؤتمرات وأماكن سكن فندقية للزوار زوار المستشفى. فهذا عدد من المشاريع اللي تكون إن شاء الله مصاحبة للمستشفى مبدئيا، والتفكير إن شاء الله يكون فيه أكثر من كذا في المستقبل. نعم الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي، رئيس جامعة الخليج العربي، شكرا جزيلا لك.